أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بكم معنا ولمة حلوة جديدة من لمتنا الحلوة. ازيك يا روني؟ كل سنة وانتي طيبة حبيبتي. مساء الخير يا أموي، كل سنة وانتي طيبة وأسرتك وعيلتك وكل مصر بصراحة يعني طيبين، ويا رب تتبسطوا ويبقى عيد حلو وسعيد عليكم ومشاهدينا مشاهدي اللمة الحلوة بالذات كمان، كل سنة وانتي طيبين. أعزائي المشاهدين، في العيد بلا شك إن كلنا بنحاول نعمل حاجة جديدة، بنحاول نروح أماكن لطيفة. السنة دي الدنيا حر قوي، حر فظيع، فبالتالي هيبقى خروجنا وسفرنا على الشواطئ كتير. في كلمة كده عايزين نقولها في ودانكم أنا ورانيا، عايزين نقول لكم والنبي وانتوا بتعيدوا وبتتبسطوا حافظوا على شواطئنا، حافظوا على سلوكياتنا، علشان نعلم أولادنا إزاي يطلعوا جيل تاني. حتى إحنا لو فينا عيوب نعلم أولادنا إزاي يبقى جيل تاني ما بيعملش نفس أخطائنا. نحاول نعلم ولادنا ان احنا لما نروح الشاطئ لازم نسيبه نضيف زي ما ابتديناه نضيف. يعني ما فيش مانع ان احنا ناخد معانا كيس، الكيس ده او شنطة تكون هي دي فيها الفضلات او بقايا اللي احنا بنقعد نعمله يعني. بالظبط. وقبل ما نروح اي مكان ما فيش مشكلة خالص ان احنا نقرأ التعليمات بتاعة المكان، ايه اللي ينفع ايه اللي ما ينفعش. مش لازم بعد ما العيد يخلص نرجع اول حاجة نعملها يا مها سلوك المصريين ده وحش جدا، شفتي بيعملوا ايه؟ ده حصل كذا كذا، ونكره اهل اسكندريه فينا. بالظبط. يعني اهل اسكندريه يعني بيبقوا كارهين الصيف عشان ما بيستمتعوش باسكندريه اللي هم حابينها وبيعرفوها، الهاديه اللطيفه اللي بيلاقوا، يا حرام عارفه برضو مهما كان غير الزحمه، يعني الزحمه دي حاجه غصب عننا هتحصل لان الكميه بتبقى رايحه باعداد كبيره، بس غير الزحمه بنلاقي بجد استهتار بشواطئنا بشكل مش عادي. وفي حاجات بتبقى مستفزه ما جدا، في حاجات بتبقى بجد أنا مستفزه. بس نعرف حاجه يا رانيا، ان يا ريت لو ناخد بالنا ان اكل الشاطئ بيختلف عن اكل البيت. يعني مش ضروري واحنا رايحين الشاطئ ناخد حله المحشي، مش ضروري في اليوم ده محشي، ممكن يبقى سندوتشات على اساس ان انت بتخلصي، بيخلصوا ساندوتش ويروحوا حاطين الورقه في الكيس وخلص الموضوع خفيف خفيف ولطيف. منظر حله المحشي وحلل طالعه على البلاج بتبقى بجد شكلها مش حلو. وكمان نعرف ان في لبس للشواطئ وفي لبس نعدي بيه الشارع، عشان انا بشوف مناظر بتعدي. أيوة. الشارع حاجه. أيوة. يعني بجد. أيوة. ما نشوفهاش في حته في العالم. يعني في حاجه اسمها الشكل اللائق، سيبك بقى من حرام وعيب ومش في شكل لائق. يعني ازاي الاقي واحد بملابس داخليه معدي كده الشارع، بيعدي الشارع مثلا طالع من البلاج ومروح بيتهم حر حر، ايه يعني مش مكسل لسه هيروح، ما هو رايح عشان يقلع. ايوه هو خلص اوريدي في حاجه يعني في تيشيرت وشورت. ايوه يعني انا موافقاكي جدا. على فكره بس يعني هو في ناس ما بتبقاش عندها يعني الثقافه ان انا المفروض يبقى شكلي حلو وانا نازل رايح البحر، ثقافه ان انا ابقى لابس لبس البحر. عندنا في مكان النقيدين البحر. يا رانيا. عندنا في الساحل بقى والاماكن الراقيه اللي هي ثقافه ابقى نازله لابسه ايه، دي برضو بتبقى عامله عقده برضو. لان ناس ميك اب فول ميك اب وحلقان مش عارفه عامله ازاي وكاش مايو مش عارفه مشجر ازاي ونازل منه دلاديل شكلها ايه وحاجات كده. اهم حاجه تكون براند. بالظبط كده. بالظبط. الموضوع ده برضو مستفز جدا. وليه البس جوليريز او اكسسوارات وانا رايحه البحر؟ ما انا يعني انا نازله رايحه استحمى في البحر، هي اسمها كده استحمام في البحر. لا، وهو الصيف اساسا والسفر بيبقى عباره عن ايه؟ استجمام، اللي هو كل اللي انا بعمله في القاهرة واللي أنا بعمله في شغلي ما بعملوش وأنا رايحة أستجم بقى. يعني يا سلام أريح وشي وأريح شعري وأريح افرضي حد من الشغل شافها، ما هيشوفها هي أكيد مش قرد يعني طالع، بس هي بتستجم من غير إكسسوارات، من غير ميك أب كتير، من غير حاجات كتيرة قوي، بتبقى بجد بساطة. تحرري يعني اسعدي بانك متحررة من كل الضغوط، وهنزل حاطة ايه وروش شكله ايه واكسسوار شكله ايه. عيشي حياتك، عيشي سعيدة. زمان فاكرة يا رانيا لما كنا بنروح نصيف؟ فاكرة بجد. ما كانش عندنا الحاجات دي، ما افتكرش ان عشان كنا صغيرين، عشان فرق الأجيال. يعني هتلاقي مامتك ما كانتش بتعمل كده، مامتي ما كانتش بتعمل كده. هي ساندوتشات محطوطة في شنطة بتاعت ساندوتشات، لكن ما فيش بقى البطيخة وبعدين نوع. حتى لما كان بيبقى فيه فاكهة كان بيبقى فيه علبة فيها. أيوة. عنب عشان يبقى سهل علينا لو جوعنا مش عارفين ناكل عنب. ليه كتير في كل حاجه؟ ليه كل حاجه اختلفت فينا؟ ما فيش ثقافه ان انا ازاي احافظ على المكان اللي انا رايحه. بالتالي الناس ما بقتش قادره ان هي تحب بعضها.
ولا تحب الاماكن، فبالتالي مش مهتميه، مش مهتمه ان اللي بعدي ده يشوف ايه. يشيل هو القرف، يشيل هو كله. بقى انا تعبان، انا جاي اتفسح. هو جاي يتفسح، يعني جاي. ما في ناس على فكره البيئة. شغلتها الناس اللي بتتفسح، بس مش شغلتها تلم ورا الناس اللي بتتفسح، لا بالزبط. شغلتها تبسط الناس اللي تتفسح. برافو عليك يا رانيا. لا وبعدين فعلا احنا بيجي بيبقى في ناس اكيد عمال نظافه هم اللي بيجوا يشيلوا من ورانا. على فكره هم ما اسمهمش زبالين، احنا اللي زبالين. والله ما احنا نحن من نصنع الزباله، او احنا جستي. اللي بنرميها او جستي. هم بالظبط كده، هم زي ما قلت قبل كده هم عمال نظافه، هم اللي بينظفوا اللي احنا بنعمله. نعلم اولادنا ان هو وهو ماشي في العربيه ما يروحش مخلص كيس مش عارفه ايه البطاطس ويروح رميه من الشباك. وعلى فكره القدوه مهمه قوي جدا، يعني لو شاف الاب بيرمي كنز الحاجه الساقعه او بيرمي كيس مش عارفه ايه، ما تقولوش بقى ما تعملش، لان انت القدوه بتاعته وانت بتعمل قدامه. علمه، خلونا احنا اخطائنا ما تتكررش في الجيل الجديد. صح يا ما، صح صح. انت هتعملي ايه في العيد؟ انا هرمي اي حاجه من الشباك. بما اني انا بقول كده يبقى انا هعمل عكس. لا انا في العيد بستمتع بالقاهره حقيقه، يعني تصوري هتقعدي في القاهره؟ كل الناس تسالني مش هتسافري يعني مش هتبسطي شويه؟ انا بسعد بالقاهره وهي فاضيه. طب والحر ماله؟ جميل. هتعملي ايه في الحر؟ ما هي يعني ما الحر طول السنه، شهر حر وشهر برد، هنعمل ايه في البرد وهنعمل ايه في الحر؟ ولا بس الناس احسن طبعا لو الناس طلعت على البحر بس. طب انت لو قعدتي في القاهره هنا هتعملي ايه؟ ايه طرق الانبساط؟ بقول غير ان انت انت عارفه، بس انت عارفه طرق انبساطي ايه؟ لا انتخى. ما هتقعد وتريح في السرير وتسمع مزيكا وجنبها القطط بتاعتها والكلاب بتاعتها. بالظبط كده، يعني انا بشوف بجد متعه في الهدوء والاستجمام والراحه، وان انت تحاولي ما تعمليش الروتين اللي بتعملي كل يوم، وان انت تحاولي ان انت تسعدي بهدوء، تسعدي بالراحه وبالبساطه وبالهدوء. ما احطش ميك اب، اقعد في الجنينه كده تحت وحواليا كلابي وقططي وخلاص، شكرا. على العموم انا حاجزه، انا حاجزه مكان جنبك. يعني انا حاجزه مكان جنب ماما. يلا بينا نكمل، يلا بينا. نبتدي فقراتنا. احنا عندنا اول فقره دكتوره مريان نادر اخصائي جلديه والليزر بمراكز نبض. نروح الفاصل ونبتدي اول فقراتنا.